كرة عالية. رايد الشهدي خطيرة دي المحاولة حداد يوهي التسديدة من يحيى جبران والهدف الثاني. إصابة لفريق الوداد الرياضي في اللحظات الأخيرة لتحسم في هذا الفوز وفي هذا الصراع خلال هذه المباراة. كرة مرتدة وبذكاء كبير يحيى جبران يودع الكرة في الجهة البعيدة عن الحارس معلنا الهدف الثاني لفريق الوداد الرياضي. هدف جاء في الأنفاس الأخيرة معلنا تفوق الوداد. نتابع هذا التوغل ويحيى جبران في الجهة البعيدة وبالتالي أحداد هو الذي صنع الهدف، لكن بذكاء كبير يحيى جبران المتألق وعميد فريق الوداد الرياضي لم يضيع هذه الفرصة واستعد بشكل جيد وبتركيز كبير مسجلا الهدف الثاني والذي يحسم نتيجة هذه المباراة. هدف جميل سجله يحيى جبران، ولكن قبله كذلك كان هدف جميل لرضا أجعدي، وبالتالي أكيد بأنه المباراة بهذا الشكل تسير نحو النهاية. بطبيعة الحال هدف نزل كقطعة ثلج على أنصار ولاعبي فريق أولمبيك خريبكا. إذن سنتابع دائما محاولة الآن من جانب فريق الوداد الرياضي ومحاولة حقيقية للتسجيل. أيوب العمل والضغط رهيب بالنسبة لفريق الوداد الرياضي. التحضير يحيى جبران محاولة لإضافة هدف ثالث. إذن أكيد بأنه